اهلا وسهلا فيكم اصدقائي في حلقه جديده في يوم جديد في اشاره. ما اعرفش اذا انتم منتظرينها ولا مش منتظرينها، وعادي لو مش منتظرينها مش بيناتنا يعني، ما بتفرقش عنا يعني. لكن هي اشاره مهمه جدا. طبعا مش مشترك في القناه، اشترك في القناه، فعل الجرس يا اخوان. اليوم لبسنا هاي عشان نورجيكم شغلات. طبعا حكينا احنا قبل هالمره الباحث المفروض يطلع على الموقع او يطلع يبحث عن الاشارات، يكون يا اخوان بهمنا موضوع الامان. يا اخوان بهمنا موضوع الامان، فقدنا قبل فتره ثلاثة والله ما عارف ماشي. بهمنا موضوع الامان، بهمنا يكونوا لابسين السيفتي، بيكونوا بالكفوف هاي او كفوف تكون قويه ماشي، يكون انتوا عندكم الامان كامل قبل ما تبلشوا لا بحش ولا اشارات، بتكون عندكم الامان كامل يا اخوان. ضروري ضروري ضروري، السلامة أهم من كل الإشارات، أهم من كل الذهب ماشي. روح البني آدم بتطلع ما بتجيبش بدالها، ما بتقدرش تجيب بدالها، راحت خلص تمام. خلينا نبلش حلقتنا اليوم ونبلش شغلنا اليوم ونبلش الشغل الصح اللي أنتم بتنتظروه وبتعرفوا إنه إحنا بنشتغله صح تمام. اليوم عندي إشارة يا إخوان الصليب، بلاش تنتظروها ولا ما تنتظروهاش، وقلت لكم إذا مش منتظرينها عادي مش فارقة عندي. أهلا وسهلا فيكم. تمام، عندي الصليب تمام. شوفوا يا أخوان، كثير أنا جيت حكيت في الإشارات وجيت حكيت في المواضيع هاي، وجيت حكيت إنه كل إشارة لازم يكون لها توابع. ممكن سجايبينها، كل إشارة لازم يكون لها توابع ولازم يكون لها وضع صح يعني تمام. لكن أجيت حكيت في إشارة اللجف، أجيت حكيت عن إشارة اللجف، أجيت قلت عن إشارة اللجف إنها هي أهم إشارة، ما حدش رد علي يا أخوان. لكن هسه راح أخليكم تردوا علي ماشي. عندي هذا الصليب طبعا، هي هيك وعندي هيك تمام. الآن بدي أعرف التوجيه من هذا الصليب. طبعا الصليب كله على بعضه تقريبا 15 سنتي أو أقل شوي، 12 سنتي ماشي، بعشرة يعني 10 هيك و12 سنتي هيك ماشي. مع تثبيت أولي، هذا هو هذا التثبيت، مع تثبيت ثاني تمام، تثبيت ثالث مع توجيه. هسه راح نحكي عن التوجيه وراح نعرف توجيه الصليب هذا على ايش بدل. طبعا بدي ادور في الصخره نفسها عشان اعرف انه قبل شوي غزلناها هيك، غزلناها هيك تمام، عشان نعرف الاتجاه. عشان باسم، طبعا كيفك يا باسم، شو اخبارك تمام. هسه راح نعرف مين اللي تحت، حاب انا اعرف مين اللي تحت يا اخوان ماشي، يعني شو مين هو بالضبط كويس. هاي الصليب، توجيه الصليب هيو هذا الاتجاه، شوفوا وين رايح بهذا الاتجاه. لكن هذا توجيه مش صحيح مش حقيقي، لكن هذا توجيه راح يعطيني توجيه ثاني. طلع هذا التوجيه راح يعطيني توجيه ثاني ماشي، راح امشي مع التوجيه بتوصلني لهون. هي التوجيه طبعا جاي زي بيحكوا عنه الخنجر او شيء زي هيك، لا هو مش خنجر، هذا صليب تمام، راح يعطيني توجيه للجرون هاي اللي احنا شايفينها ماشي. عندي هسه برتب لكم اياها وبظبط لكم اياها. الصليب احنا بنعرف انه هو قبر كاهن ماشي، او كنيسه او الى اخره، لكن اغلب شيء قبر كاهن يعني، او قبر واحد كانوا ما شاء الله انه وضعه كويس وهذا الى اخره تمام. الرمزيه الموجوده من الاشاره اللي اخذناها من البدايه اللي اخذناها، اللي هي قلب موجود زائد قلب صغير تمام. اذا اعطانا الاشاره اشاره رئيسيه واشاره تثبيتيه للمكان، واعطانا اتجاه، اعطانا اتجاه بما انه شمل. دقيقه اخوان دقيقه، هيك احنا بلشنا ايش نعلي الصوت تمام. اذا اعطاني اشاره القلب واعطاني قلب صغير خلفه، اذا اعطاني اتجاه، اذا القلب صغير بده يروح بالاتجاه نفسه، اذا اعطاني اتجاه. اذا اتجاه اولي، اخذنا اتجاه اولي من الصليب، وصلنا لهي الاشاره، الاشاره هاي عليها تثبيتها، هيها مثبته جاهزه، اعطتنا اتجاه يا اخوان، ودتنا اتجاه تمام. اشاره قلب، هاي قلب، اشاره قلب ثاني. اذا مين المحل اللي تحت؟ إذا قسيسة أو راهبة تمام، أو أخت، هاي بسموها الأخت اللي بتكون في الكنيسة ولا هذا، ما نعرف شو بسموها الأخت بتكون في الكنيسة، أخت أو أخت
اخت النفضها تمام. اذا في الاخت هاي او القسيسه والله ما بعرف شو اسمها تمام، هاي توجيهها طلعوا قلب الحب، قلب الحب كبير، قلب الحب صغير، توجيه من الاشاره الرئيسيه. شان لما اجي احكي لكم يا اخوان اشاره توابعها مش بعاد عن بعض، التوجيه بسيط ماشي، بس لما انا اجي اقول له بدك تقيس من هنا وتمشي بالاتجاه هذا راح يصير اقول لك هاي قيس وحول. لا هذا مش قيس وحول، هذا علم اشاره تمام. عندي مثلث، عندي علم مثلثات، عندي شغل مثلثات هون، عندي اشاره، عندي اشاره ثانيه توجيه، لا اشاره ثالثه هسه راح نحكي عنها اللي بنحبش نحكي عنها تمام، لانها هي بتنغص العالم ويصير يقول لك ايش الاشاره ضلك تسولف عنها كل ما تروح على مكان تسولف عنها، هو انا حطيتها هو ابوي اللي اجى حطها. هسه راح اورجيكم اياها، مش معصبين يا اخوان انا وحياة شرف اخر دنيا رمضان، انا مش معصب عشان رمضان بس عشان صايم ولا كسر الدنيا. طيب اذا يا اخوان نمزح معاكم، حبينا نمزح معاكم هاي الحلقه، لان الحلقه ذيك كنا معصبين فيها، فحبينا نمزح معاكم عشان نفرفش لكم الجو، نطري لهم الجو تمام. اذا عندي الصليب واضح وضوح الشمس تمام، هيو حلو ممتاز رائع جميل تمام. طبعا في توجيه اصلا بالصليب موجود توجيه تمام، اصلا بالصليب موجود توجيه، لكن انا ما بدي احكي في التوجيه الموجود في الصليب ماشي، انا بحكي في اخر الحلقه توجيه الصليب نفسه، لكن بدي احكي في اخر الحلقه. احنا حبيت انا اخذ توجيه، حبيت اخذ توجيه، حبيت اخذ اتجاه ثاني عشان اوصلكم للنقطه اللي انا بحكي فيها كل مره، عشان اوصلكم للنقطه الصحيحه اللي احنا بنحكي فيها كل مره، اللي انتم مش راضين تصدقوا علي فيها تمام. قد ما احكي قد ما اسولف مش راضين يصدقوا علي. هاي حتى اورجيكم شكلي انا معصب، هاي معصب يا. تمام حبيت انا امزح معاكم والله الحلقه هاي كلها لا لا بمزح معاكم، بمزح معاكم يا اخوان. طيب اذا في عندي توجيه ثاني، هاي التوجيه الثاني شايفينه هذا هو، هذا توجيه ثاني. ليش متصل اتصال مباشر، متصل اتصال مباشر في هاي، عندي توجيه ثاني. ما جيش حكيت هذا التوجيه اللي هون لانه منقطع من هون لهون، ما فيش ايش واصل يعني، مسكر يا اخوان مسكر تمام. هذا عندي مفتوح، اذا في عندي توجيه في هذا الاتجاه، ما عندي لا بصمات ولا اشي، فيش عندي اشي ويقول لي انه من هذا الاتجاه تمام. الصليب نفسه ما عليه ولا اشي، يعني ما في هنا والله جرن، هنا جرن، هنا جرن، هنا جرن، عشان اجي احكي انه هذا هو التوجيه، ما بزبط يا اخوان. اعطاني توجيه اولي مشيت عليه، اعطاني توجيه ثاني مشيت عليه للاشاره اللي راح نورجيكم اياها هسه اللي هي اشاره المكان الحفر تمام. لكن التوجيه الاول وصلني لقلب، وصلني لقلب، شكلهم باقيين يحبوها، شكلها باقي محترمه ومؤدبه تمام. دقيقه، احنا طبعا من حي اخوان المسيحيين، احنا عندنا كثير مسيحيين موجودين بالقناة، طبعا احنا نمزح معهم اخوان، نمزح معهم والله، عندنا كثير مسيحيين موجودين في القناة تمام. طيب اذا اخذت اشارة القلب الاولى، قلب ثانية مع توجيه، مع توجيه انتهى، مع تثبيت، هي التثبيت موجود هون، توجيه انتهى معي الشغل خلاص، وقفت شغل. اشاره اللي هون هاي اللي هون بتلاقوها تمويهيه، اشاره اللي هون تمويهيه، الاشاره اللي هون تمويهيه، الاشاره اللي هون تمويهيه، اخذت خلاص، اخذت اول قياس، ثاني قياس، الان بدنا نيجي على القياس الثالث. بس انا مش راضي انزل تحت يا اخوان، يعني قلت لكم انا بخاف، عندي فوبيا، انا عندي فوبيا من الحياه يا اخوان. ماشي لو تعطيني 1000 ليره ما دخلت هنا، يعني لو تعطيني هسه 1000 دولار ماشي يقول لي ادخل بين هاي ما بدخل ماشي، يعوش ابو هذا وقصص. بس دقيقه والله غميقه انا بنزلش فيها بصراحه، انا مش شجاع بهاي الامور. بس العشب شوفوا يا اخوان، لو دخلت مغاره ولقيت فيها حيه ما عنديش مشكله تمام، يعني لو دخلت انا مغاره وفيها 20,000 حيه والله ما عندي اي مشكله، بس عشب زي هيك مش شايف قدامي مشكله، ما بحبش ما اشوفش قدامي، حتى لو بكون ماشي بالسياره وتكون قدامي السياره عاليه تمام، بحب ابعد عنها وما امشيش وراها، انا بحبش ما بشوفش قدامي ويس، انا انظر الى البعيد، انا انظر الى المستقبل تمام. طيب يا اخوان
شوفوا إشارة رئيسية، إشارة الصليب، إشارة الفرعية برا بعد إذنك شوية يا باسم، إشارة الفرعية اللي هي قلوب الحب مع التوجيه. إذا أعطاني مثلث كامل، مثلث من هون لهون لهون لهون، أعطاني مثلث كامل. إذا ثبت لي القبر وثبت لي الشغل الصح. طلعوا كم من جرون يا أخوان؟ طبعا مش مقبورة لحالها، تمام، مقبور معها ناس كثير، ماشي. شوفوا كم جرونة، 1 2 3 4 5 6 7، توجيه زي توجيه المغارة، هاي إشارة زي إشارة المغارة، تمام، زائد 8 9. شوفوا هاي، هذا إشارة اللجنة اللي بنحكي عنها 10 ملايين مرة ومحدش رد علينا ومحدش مصدقنا. هاي هي إشارة اللجنة، شفتوها؟ بس انتهى، عندي علم مثلث. يا ساتر، وراح نقع فيها شكلنا، تمام. عندي لازم دموت تحت، مش عارف، خايف منها انا. عندي اشاره مثلث يا اخوان، هاي واحد، هاي اثنين، هاي ثلاث، خلاص انتهى، عندي تثليث كامل. اذا تثبيت معي صحيح مليون بالمية، عندي توجيه اولي، عندي توجيه اولي هون، عندي توجيه ثاني هون، توجيه الثاني وصلني الى اشاره، واشاره مهمه عشان اعرف مين اللي جوا، عشان اعرف مين هذا اللي داخل علي انا، واحد وحده بداخلي. وقلنا لكم علامه الذكر هناك، صاروا يضحكوا الشباب، يقول لك شو علامه الذكر وما علامه الذكر. يا اخوان، علامه الذكر وهي علامه دلاله على الانثى، تمام، دلاله انه في وحده اللي موجوده تحت. اشاره الصليب اعطتني انها هي قسيسه او كاهنه او اخت او مش عارف شو بسموها، تمام، اعطونا بالتعليقات شو بسموها، ما بعرف شو بسموها، قسيسه او شيء زي هيك، مش عارف، بالتعليقات يا اخوان عشان نشوف شو الوضع. اذا اعطاني توجيه، اذا اعطاني اشاره لجف. شفتوا يا اخوان؟ طبعا هاي عشان ناكد، عشان ناكد البلاوي هاي غزنا 100%، تمام، عشان نشوف يا اخوان كيف احنا اخذنا اشاره بسيطه، اشاره الصليب بسيطه جدا يا اخوان، والله ما فيها تعقيد. اللي بقول لك صليب بتبعد عنه 300 متر و300 متر، واللي ببعد عنها 10 كيلو، واللي ببعد عنها مش عارف ايش، لا يا اخوان، لا يا اخوان، مثلث صغير، توابع للإشارة بتوصلوا للنتيجة الصحيحة، نتيجة صح 100%، ماشي. احنا بدنا نوصلكم للمرحلة هاي، مش طالبين منكم ولا شيء، بدنا اياكم تتعلموا، ماشي، وبدنا ما ينضحك عليكم، بدنا ما ينضحك عليكم، بدنا لما يجي واحد روحاني. انا ضد الروحانيين يا اخوان، انا اصلا القناة موجودة هاي عشان الروحانيين صراحة، تمام، انا عشان احارب الروحانيين عملت القناه من البدايه، ماشي، وقلت بدي اسوي قناه ثانيه، قناه عشان الروحانيين واحاربهم، ماشي، وبس مش فاضيها كثير، بس انا القناه هاي اصلا سويتها عشان الروحانيين، عشان لما يجيك روحاني، ماشي، ويجي يتمشى من فوق الصخره زي ما انا بتمشى هسه، ماشي، بيطلع هيك شاف صليب، هو عنده علم، عنده علم في الاشاره، بيعرف الاشاره، شاف الصليب قال لك هاي توجيه، استنوا خلينا احضر جني ولا ايش يا باسم، احضر الجن، ابا من عارف الجني مين هو، من قاره اسيا بالضبط، بيحضره بيجيبه لهون، بقول لك بس احضر جني، هو ما بيحضر جني يا اخوان، هو بكون بده يفهم القصه تبعت الاشاره وين وصلت، يعني هاي الاشاره هاي هيك بيجيب ويقول لك هاي قرب الجني يوصل، قرب الجني قرب الجني قرب الجني، ايوه هون مكان الحفر، تعالوا يا شباب عندي هون، احفروا هون، في عندكم 6 7 قبور، ماشي، منهم عظم راح تلاقوه، عظم انثى، ماشي، منه كذا، هذا موجود بجوز تلاقوا معها تمثال او صليب او الى اخره، تمام، زي هيك. بصير يقول لك في كتاب جوالي، كتاب انا بدي اياه، هو بعرف انه وجود الكنيسه او وجود المقبرة زي هيك ويكون معها كتاب إنجيل من هذول الأناجيل مثلا، الكتب المقدسة القديمة، ماشي، بصير يقول لك الكتاب أنا بدي إياه والباقي كله خذوه. طب هو أنت عارف في كتاب ولا لا؟ لا، بس بكون عارف من الإشارة، من الإشارة وضحت له هذا الحكي، بكون فهم إنه في كتاب، فهم إنه في قسيسة هون، معناته حطوا معها الكتاب المقدس، تمام، حطوا معها الإنجيل، وضحت؟ بكون عارف وفاهم وعارف انه هنا كذا وكذا وكذا. هيك بيشتغل عليكم الروحاني يا اخوان. لا، احنا بدنا نقول لهم استوب، وقفوا عند حدكم هون وبس، تمام، وصلت الروحاني خلاص انتهى، وضحت؟ وما فيش داعي لما بنحكي مع واحد بنقول له هاي الحوراني بيستنى فيك، يصير يقول لا انا بديش اجي، عامل فيها روحاني، وهو بجوز بحضرني على القناه وفاهم انا شو قاعد بحكي، ماشي،
نكون احنا في موقع بنتصل فيه تليفون بقول له هاي نحن بنستنى فيك بدك تثبت لي، تعال اثبت لي انه في ذهب فيها، لانه الناس حفروا 8 متر، تعال اثبت لي انه فيها ذهب، تعال ورجيني وين، كيف انت عرفت انه فيها ذهب؟ تمام؟ بصير يتهرب ما بيجيش. انا بوقف لهم بالمرصاد، بوقف لهم بقول له احكي معاه تليفون، جيب لي اياه جيب لي اياه، انا اعطيني احكي معه. ماشي؟ انا موجود في الموقع، ورجيني كيف عرفت انه ذهب؟ كيف عرفت انه في ذهب؟ ورجيني وين مكان الذهب؟ ماشي؟ انا بجيب حفاره وبحفر. مش يقعد يتهرب وهو عارف حاله وعارف مين هو، ماشي؟ بدون ذكر اسماء. ماشي؟ قاعد يتهرب، ما بدوش يوصل، ما بدوش يجي. بعد يومين بتصل بقول له عمي انا باجي. شو بعد يومين؟ بعد ما طلعنا من الموقع. شكرا جميعا يا اخوان، لا تنسوا طبعا بطلعاتكم على الميدان. السيفتي، اللبس المضبوط 100%، الشغل المضبوط 100%، لا تنسوا الكفوف يا اخوان. ماشي؟ عشان الحياة، لانه احنا هسه دخلنا بالصيف، والصيف مشكلة انه بيطلع فيه الدواب الارض، ماشي، بتطلع من حيايا من عقارب من الى اخره، فديروا بالكم يا اخوان. وشكرا جميعا للمتابعة، واسفين طبعا يا اخوان على التعصيب والهاي الامور. شكرا للمتابعة يا اخوان. هاي باسم، لا تنسوا